السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لاباس عليكم البنات؟ اخباركم صحيح؟ لاباس. اليوم غنديروا تتيمه ديال الغرز ديالنا، تتيمه للرشمه ديالنا اللي رشمنا. اليوم غادي نخدموا الوردات المنفوخين هذا الشكل. هذا اليوم غنخدموا هذه الوريده هذه المنفوخه، وغنخدموا هذه الورده العاديه. نخدم معكم هذه الورده العاديه هكا. غادي نبداو بالورده المنفوخه. الورده المنفوخه تنحتاجوا لهاد العقيق هذا، هاد الحجر هذا، هذا الحجر ديال البلاستيك كما كتشوفوا الا كيبان لكم في الكاميرا. هذا حجر ديال البلاستيك كيتباع بالعبار، كاين هاد الحجم هذا وكاين الحجم الكبير. وكاين انا خديت هذا متوسط، ما صغير ما كبير. صافي تنرصيه على الرشمه ديالنا. جاوني انا فيه 6 ديال الحجيرات. تناخد هاد الكولا هادي ب 7000، تندير شويه الكولا في الحجره ديالي ونثبتها ببلاصتها. هي شويه باش تقبض لنا البلاصه ديالها هكا. حنا شصنا جوني 6 ديال هاد الحجيرات. ملي غادي سالينا الاخر ديالها كدا باللصقه، غادي ندوزو عليها بالحرير. غندوزو عليهم بالحرير باش يتثبتو مزيان. انا بلا ما ندير معكم هاد المرحله هادي باش ما نطولش الفيديو، غادي ندوزو عليهم بالحرير نثبتوهم مزيان، وغادي ندوزو للخدمه ديالنا. انا غنخدم معكم هاد البليصه هادي، تشوفوا كي كان نبدا في التعمار ديال هاد الحجر. انا هنا ثبتهم وصوت، كنحاول هنا نثبتهم كذلك بهاد السم هذا. تنضرب غير هي ضربات عشوائيه وصافي، غير باش كنحاول نثبت وكنحاول باش ندوز هاد السم هذا كدا على الصدفه، باش ملي يجي للتعمار ديالي للنهائي وداكشي ما نبداش يسحت او يزلق. تيزلق لي السم على تزلق على الحجر، وتتبقى يبقاو لي الفراغات. كنسبق هاد العمليه هكا، تندير غير تعمار عشوائي هكا. كنضرب في اتجاهات مختلفه، تندوز على الحجرات ديالي كاملين هكذا. هي بحال اللي تنساعدهم يحراشوا او المهم يسهلوا لي العمليه ديال التعمار ديالهم النهائيه. كما قلت لكم حيت راه هاد الصف هذا كيبدا يسحت ملي كتعمر، كيبدا يزلق داك الصم ديالو، تيبدا يتحرك من بلاصتو تيخلي الفراغ كيبان. وقبل ما نسى، بالنسبه للتعمار ملي كتجيو تعمروا تاخذوا الصدف في اللون ديال التعمار باش غتعمروا. انا هنايا واخداهم في هذا اللون هذا عسلي، جاي في اللون ديال البرونز. يعني حتى الا بان شي فراغ من بعد انا غنعمر مزيان، ولكن الا بان شي فراغ ولا كيجي في اللون ديال الصب ما تيبان شي. ما تاخذوش لون مغاير اللي غادي يبين لكم الديفو ديال الخدمه ديالكم، ضروري تاخذوا اللون اللون نفس اللون مع اللون ديال التعمار. يعني البنات راني كنقول شي حويجات ربما شي وحدين فيكم يجيوهم بساطين وعاديين، ولكن راه كاين الاغلبيه ديال البنات راه لاول مره تيعرفوهم. وبالنسبه ليا انا راهم تيكون لهم دور كبير في الخدمه، هما تيبانوا بساط وزعما ما كاين لا شي يتذكروا، ولكن راه هما اللي كيكونوا الاساسيين في الخدمه كاع. اليوم تطلع الخدمه وباش كطلع الخدمه متقونه وما فيهاش الديفو. صافي نكمل هكذايا حتى نكمل معكم، نبقى هكا نخدم غير عشوائي حتى نجي معكم للتعمار النهائي. بعد ما عمرنا البنات كما شفتوا هنا في الاول، كما بعد ما درنا التعمار العشوائي، دابا تنعمروا التعمار ديالنا المعوض. احنا كنحاولوا دائما كما قلت لكم في الفيديو السابق، الخيط ديالنا نحاولوا يكون مطلق، ما يكون شيء مبروم. تنحاولوا نطلقوه وتنضربوا الغريزه ديالنا حتى كنعمروا الفراغات كاع اللي عندنا فوق. تنعمروا الفراغات اللي عندنا فوق الصدفه. نسالينا هادي، بقات لنا هاد الحبه هادي، غنبقاو بنفس الطريقه.
تنحاول دائما الخيط ديالنا يكون مفسوخ باش كيساعدنا يعمرنا دوك الفراغات اللي على الحجيره ديالنا. يعني الخيط ماشي ضروري كما قلت لكم قبل، ماشي ضروري يكون بروم اصلا. دابا ما حدكم تتخدموا به وتيتبر من راسو، يعني تحاولوا تحلوه بالنسبه لهاد الرشمه لهاد الورده هذه. نحاولوا ما امكن يكون عندنا الصم ديالنا محلول باش دوك الشعيرات ديالو كيجيو محلولين على الحجيره وتيعمروا لنا دوك الفراغات. وحاجه اخرى البنات، ديما عندنا لهاد ديما عندنا المرمومه تتحرك في يدينا، التعمار ديما يبدا يكون عندنا هكذا قبالتنا بدا يمشي من تحت للفوق. حنا كنعمرو حنا تندورو المرمومه باش الشكل ديال التعمار كل حجيره تيجي التعمار ديالها عليها هكا، كيجي افقي هكا عليها كتبان الرشمه. دائما المرمومه تكون عندنا في يدينا كتحرك، ماشي حنا اللي كنتحركوا معاها، هي اللي تتحرك في يدينا باش تعطينا الشكل ديال التعمار اللي بغينا، سواء في التعمار ولا في الخدمه كما بغات تكون. ضروري شويه الخاطر، ويني الصراحه كيطلع الشكل ديالها رائع، كيطلع الشكل ديالها مزيون. تبقاو هكذا فين ما شتو شي فراغ ولا شتو شي حاجه من شي تعمار فيها ما معوضش، الا بانت لكم الحجره في شي جهه بان لكم شي طرف من الحجره بحال دابا هنايا كندوزو عليه. دائما نحاولوا نحلوا صافي، تنبقاو هكذا حتى كنكملوا الورده ديالنا. كنبارك عليها نتوما كما شفتوا، الورده ديالنا عمرات. دائما الخيوط ديالها يمشيو في اتجاه واحد، دائما كيمشيو هكذا، كيمشيو قبالتك كديري التعمار، المهم المرمى كدور لك في يديك وانت كتعمري تمشي قبالتك وصافي. عمود الاولى دابا البنات غادي نخدموا هاد الوريده هادي، نوريكم الطريقه باش خدمتها. تنجي لهنايا كما كتلاحظوا هنا عندنا هاد المسافه هادي كبر من هادي، باش غادي نوازن بين هاد المسافه هادي وهادي تنجي كنضرب ضربه من لهنا لهنا، وتنجي كنضرب لي النص ديال الغرزه ديالنا ونرجع نضرب الفوق، حتى تنضربها في النص وحتى تنرجع نضربها من التحت وانا ماشيه وانا خدامه بهذا الشكل. هاد الضربه الثانيه اللي كنضربو ديال الوسط هادي كتمتصنا هاد الزياده اللي عندنا هنايا ديال الفرق ما بين هاد المسافه هادي وهاد المسافه هنا. نتمنى نكون تنضرب هنايا في النص بحال اللي تنشربوا، بالنسبه اللي تيخدم البلدي بحال اللي تتشرب الكول اولا، يعني كتحاول كتحاول توازي ما بين هاد المسافه هادي اللي عندنا على برا وهاد المسافه الدخلانيه. دابا هنا في هاد الورده هي هذيك، دابا تنشربوا الشكل ديال الورده باش تجينا مقاده. تنضربوا الضربه في الوسط ونرجعوا نضربوا لتحت، وحنا كنمتصوا داك الزياده اللي عندنا الفوق في هنا في الخارج ديال الورده. عفوا، نزيد الخيط، نعاود نصلح هذه.
المسافه كتجينا مقاده، تبقى الغرزه ديالنا كما قلت لكم المرمه ديما بدا الدور في يدينا، باش هاد الغرزه ديما كلها تكون هاد الوريقات ديال الورده كلهم يكونوا تيشوفوا الاتجاه واحد، كلهم تيشوفوا للداخل. خدنا بين لكم مجاتنيش على يدي، تنبقاو هكا حتى كنكملو الوريضة ديالنا. حنا تابعين الرشمه، الا كانت طالعه تابعينها كانت نازله كنتبعوها باش كيتحددوا لنا هاد الهبطات هادو ديال الورده. صافي نبقى هكذا حتى نكمل الوريضه ديالي، ضربه في الوسط من الوسط ديال الوريقه حتى الخارج ديالها، والضربه من الداخل حتى الخارج. هذا هو الفرق اللي كاين ما بين الورده العاديه وهذه الوريضه هكذا باش نعمرو. هذا غير تعمار عادي، ما بقى لي غير نقول لكم خليتكم على خير حتى الفيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.